السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي ندير معكم قراشل او قرص. هاد القراشل غادي نحتاج فيهم هنايا عندي الدقيق الابيض، غادي نحتاج 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، وغادي نحتاج 3 الكيسان ديال القمح الصلب اللي هو الفينو، وغادي نحتاج هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال خميره العجينه، وغادي نحتاج كذلك معلقه كبيره ديال الخميره تاع الحلويات، وعندي كاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال السكر، وهنايا عندي كاس لاروب ديال الحليب المجفف. وهنا غادي نحتاج واحد الكاس تاع التشين، عصير التشين او الليمون، وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال قشور الليمون لو زيست ديال التشين. وهنايا عندي واحد 75 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاج بطبيعه الحال واحد القبيصه تاع الملحه، وغادي نحتاج الماء دافي باش غادي نكمل العجينه ديالي. وغادي نحتاج هنايا بالنسبه للتزيين، هنايا عندي واحد البيضه غادي نطربها، وغادي نحتاج واحد شويه تاع لي زاموند ايفيلي شرائح اللوز باش غادي نزوق القرص ديالي من الفوق. وبقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هذا القرص. بسم الله، اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير هنايا عندي 3 الكيسان تاع دقيق القمح الصلب بسم الله، وثلاثه من الدقيق الابيض. انا كنعبر بهذا القياس، غادي ندير 3 ديال الدقيق الابيض، غادي ندير واحد المعلقه تاع الخميره ومعلقه ديال خميره العجينه، معلقه كبيره، غادي ندير واحد القبيصه الملحه، نخلص، غادي ندير هذاك الحليب المجفف، كاس لاروب تاع الحليب المجفف، كاس لاروب ديال السكر، غادي ندير هنايا قشور تاع الليمون او التشين على حساب داك الجهد اللي بغيتو، انا تنكثرهم شويه، تعجبوني في الكيك في القرص يجو بنان في المذاق. غادي نحرك هادشي مزيان، هادي من هاد القرص ما تندير فيهم لا بيض، ما تنديرش فيهم البيض الوسط، تنخلي غير هذيك البيضه اللي وريتكم قبل هي باش كنزين من الفوق. صافي، دابا غادي نضيف الزيت والزبده وعصر الليمون، وغادي نعجن القرص ديالي مزيان. هنا دابا غادي نعجن القرص ديالي بسم الله، غادي نضيف الماء دافي اللي غيجمع اللي غادي يجمع ليا القرص، غير بشويه بشويه كنبدا نضيف الماء وتنخليهم شويه مطلوقين. صافي، كما كتشوفوا معايا هذا هو الجهد ديالها ديال العجينه، كتجي مرخوفه العجينه عندي بزاف. دابا غادي ندوز باش نحطها في القصريه ونشكلها معكم كويرات، انا مساعتي كنشكلها كورات عاد كنخليها تخمر. هنايا غادي ندير شويه الزيت في يديا، وغادي نجمع العجينه نديرها في القصريه،
هاد الدقيق يبقى محراتيه يشرب، حاولوا ما تقصحوش هاد القرص. صافي غادي نحيدها في القصريه. صافي غادي نجمعها، ندير شويه الزيت من التحت ونحطها ونشكلها كويرات. دابا غادي نبدا نشكل كويرات. نجي ندي فيهم الزيت ونخرج كويرات على الجهد اللي بغيتو نتوما. انا غنديرهم شويه صغار. صافي غادي نحط في الطويبه ديالي. غادي ندير كويرات صغيورين. صافي غادي نحطهم في الطويبه. نخليهم يخمروا، عاد غادي نزوقهم بالبيض ولي زاموند ايفيلي. كتشوفوا راه عجينه كتلصق، وهاد الكراس بهاد الفينو كيجيو بنان. دابا من بعد ما سالي الطواوه ديالي كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نخليها تخمر، عاد من بعد غادي نزوقها بالبيض ولي زاموند ايفيلي شرائح اللوز. اي حاجه تقدروا تزوقوا بها، الزنجلان اللي عندكم توفر في المنزل تقدروا تزوقوا به. ننزلهم واحد شويه، ما كتشوفوا راه العجينه مخوفه بزاف. صافي نخليهم يخمروا ونتلاقاو من بعد. دابا من بعد ما خمروا لي الكريصات ديالي غادي ندهنهم بالبيض وغادي نزوقهم بلي زاموند افيلي من الفوق، شرائح اللوز او شرائح كاوكاو، اي حاجه متوفره عندكم في الدار، زنجلان اي حاجه متوفره تقدروا تزوقوا بها هذا القرص. نجيب شرائح اللوز غادي نزوقهم على هذا الشكل، نكمل وندخلهم للفرن نطيبهم ونطفي عليه دائما الفرن، نطفو عليه الفوق نسخنو ونطفي الفوق ونخلي غير التحت ونطيبهم على نار مهيله حتى يطيبوا ليا، ومن بعد نتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي تاع هاد الكروس اللي درت معكم اليوم. هاد الكروس راه ينفعونا في صباح العيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل المتمنيات ان شاء الله، الله يرفع علينا هاد الوباء. نكمل ومن بعد نوريكم الشكل النهائي تاع هاد الكروس اللي درت معكم اليوم. دابا بعد ما خرجت الكروس ديالي من الفران كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل وكيجيو رطبين وهشاش على هذا الشكل. وندوز نوريكم دابا الشكل النهائي ديالهم، نديرهم في الطبيصيط. الشكل النهائي تاع الكروس اللي درت معكم اليوم بالليمون التشين وقشور التشين كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. نتمنى يعجبوكم ونتمنى تدعموني بلا جيم لي بارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك. شكرا على المتابعه، في وصفات اخرى ان شاء الله، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، وكل عام وانتم بألف خير.